خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو 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 الو. ايوه ازيك يا اسامة؟ اهلا بيك الحمد لله. الو. ايوه سامع حضرتك. اهلا بيك يا فندم. ازيك يا اسامة؟ اهلا بيك. اتعرف بيك؟ انا شرف لي. انا شرف بيك. ربنا يخليك. طب ممكن توطي الراديو شويه بعد اذنك عشان نعرف نسمع بعض؟ خلاص تمام. اسامة انا مش اول مره اكلمك وانا في موقف لا اختار عليه. انا تحت امرك اتفضل. انت عارف لما يكون في علاقه اتنين روميو وجولييت وتتقلب لجحيم؟ طيب خليني اسالك الاول كم سنه حضرتك؟ عندك كم سنه؟ انا 34 سنه. وهي عندها كم سنه؟ برضه 34. طيب العلاقه دي علاقه زواج ولا علاقه خطوبه ولا علاقه زواج؟ زواج. انا متجوز ومخلف. ربنا يخليهم لك. طيب ايه اللي حصل؟ فاكر لما جيت كلمتك قبل كده لما قلت لك زوجتي ضابط قوات مسلحه وفي مشاكل مع حماتي لما حطت الفلوس في البوتاجاز؟ ايوه انا فاكر حاجه زي كده. فاكر؟ شوف قمة الحب اللي كنا فيها والتحدي اللي كنا فيه وغبائي انا اللي حاولت اصلح علاقتها بمامتها والدنيا بقت بخير والدنيا بقت كويسة، بس للأسف والدتها ما تعاملتش معايا. انا خدتها ام وهي ما خدتنيش ابن. كان هدفها ان هي ان احنا نتطلع، بس ما كانت بتتعامل بوشين. مش هو ده موضوعي. انا اللي يهمني زوجتي، ان انا اللي بحبها، اللي كنا عايشين مع بعض حياه ما فيش كنت بحسد نفسي عليها. اتقلبت الحياه الجحيم بسبب الغيره اللي بلا عقل بلا فهم. مجرد ان هي اي حد يقول لها كلمه ملهاش اي اساس وكلام ما يقنعش بني ادم غبي، لكن للاسف كانت من حبها زائد. عايز اسال سؤال، انت كان ليك تصرفات شقاوه شويه يعني؟ اقسم بجلاله الله ومليك علي حلفان، وحياه لا اله الا الله اللي تهزله سبع سنوات. طيب معلش، اصل في يعني في رجاله كده بيبقى دمها خفيف شويتين، فبالتالي لما بيكون قاعد في قعده بتلاقي اللي حواليه مبتسمين ومبسوطين وسعده، فالست ممكن تقفش وتغير. انا حريص جدا جدا، انت عارف اللي هو بقى بخاف ان انا اقول كلمه تطلع يعني تتفهم غلط. بقيت حريص في الكلام ده اني اعمله الناس على قدر عقولي. تمام. وبعدين فوصلت لمرحله اني بحارب عشان اعيش، مش هقول لك زي الناس، انا اقبل ان اعيش من الناس بحاجه بسيطه. ان انا راجل اسري وبحب زوجتي جدا، وزوجتي حبها الزائد هو مشكلتي. يعني موضوع طيب مختلف عن اي حد. انت مفهمها انك بتحبها قوي وان كل حاجه تمام، هي بيتنقل لها كلام فبتغير. لا يا ريت غيره. امال يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، اقسم لك بجلاله الله، لو حد يعني انت عارف ولاد خالتها او لو حد مثلا حب مثلا يهرج شويه يقول لك نهرج مع اميره شويه، نروح متصلين بيها احنا نعرف جوزك وكذا 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 وكذا. رد الفعل مش عايز اقول. طب انا ذنبي ايه؟ انا مشكلتي ايه؟ بقت واصله انها تكذب الكذبه وتصدقها على نفسها. عاشت الخوف، كنت تملي بحسسها بالامان، اقول لها انا معاكي انت نور عيني، انا لو جه في يوم من الايام خنتك تبقى متحرمه عليا ليوم الدين. طب انت قفشت عليها؟ نعم. انت شكلك كده قفشت عليها. مش قفشت عليها، انا كتر الضغط يولد الانفجار. انفجرت ازاي بقى يا معلم؟ انفجرت ان انا استحملت فوق ما يجيب خيالك. حاجات لا تعقل وحاجات ممكن يعني انا لو جيت تحكيها كده انا اسف. لا بص 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 عشان الوقت بيجري، بس انا عارف لما الغيره بتزيد عن اللازم ممكن تخلي الانسان مشاعره تتغير تجاه الشخص الاخر لدرجه انه ممكن يهد الدنيا كلها. انت هديت الدنيا؟ طلقتها يعني؟ بقالكوا قد ايه منفصلين؟ للاسف حصل موقف انا خلاص يعني انا لدرجه اني من كتر ما هي عماله تزن انها عايزه تقعد جنب مامتها نقلت هناك، لقيت الموضوع اتقلب جحيم
كل شوية بقى هي للأسف ودانية، كل شوية شفنا وليد مع فلانة، شفنا وليد طيب. مع وفي الآخر أصل بنهرج وليد. طب بالك قد ايه خيرا، انا عايز نلاقي حل، بالك قد ايه وانفصل؟ ايه بالك قد ايه مطلقها؟ انا بقالنا دلوقتي 3 أسابيع. 3 أسابيع. طيب ردود الفعل بقى بعد ما انت طلقت ايه الحكاية؟ رد الفعل عايز اقول لحضرتك على حاجة، هي دلوقتي بتموت بالبطيء، بس مش هي دي المشكلة، ان انا كنت تملي بكلمها عن بكرة بقول لها لو سيبنا بعض هيحصل كذا وهيحصل كذا وهيحصل كذا وهيحصل كذا. فوق نفسك، انا بضيع منك، اللي انت بتعمليه ده كده عاملة زي الدبة. خلاص خلاص بقى يا وليد، الموضوع راح، يعني دلوقتي احنا في حالة طلاق، ما انا عايز اشوف ردود الفعل دي تتحل ازاي. يعني سبب القفله بقى الاخيره ان جاء، يعني معلش انت ممكن لما يجي حد يضللك في شيء اعقل الكلام، هل الكلام ده يصدق او لا يصدق؟ تمام. كان في مشكله بيني وبين خالتها، اوكي، فخالتها يعني شوف بقى الذكاء اللي هو بتكلمها، بتقول لها انا شفت وليد او حد شبه وليد كان ماشي مع واحده، تمام، ارجعي لي شوفي هل ده حصل ما حصلش. اقسم لك بجلالة الله العمارة اللي قدامنا اتفرجت عليا. يا دي بص طور هايج. طبعا انا رد الفعل كان كل فعل رد فعل للاسف، يعني انا استحملتها فوق ما يجيب خيالك، بقول يا دي بتحبك، بس لما يوصل ان الوضع انها تهني او تضغط فيا، دي الحاجة اللي انا خلاص يعني كنت كل مرة اقول يا عشان العيال. طيب بص يا بص اقول لك حاجه، المواقف اللي زي كده ساعات الست بيجي لها حاله هوس وتأفور اكتر من اللازم. انت محتاج حاجه واحده بس يا وليد، محتاج انك ان التجربه دي احنا مش هنقولها لهد البيت خالص، احنا هنرجع، بس محتاجين نقول ان التجربه دي لازم تبقى درس، ودرس واضح وصريح وقوي، علشان تخرج هي من الدرس ده متعلمه حاجه جديده، متعلمة ان اللي بتعمله ده ممكن يضيع بيتها ويضيع جوزها، اللي بتعمله ده ممكن حتى ايفن يضيع المشاعر الطيبة اللي عند جوزها تجاهها. فالدرس ده محتاج يتلعب يا وليد بمنتهى الحكمة ومنتهى العقل، علشان تطلع من التجربة انت الكسبان مش انت الخسران.